أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. قبل أن أكمل الحديث حول محور قاعدة العند وتحرر قاعدة العند وأثر ذلك على المعارك في تعز، كان لدينا ضيف عبر الهاتف من تعز قيادي في المقاومة الشعبية، ولكن نظرا لرداءة الشبكة هذه الأيام بالذات في تعز يبدو أننا فقدنا الاتصال به، ولكن لدينا محور مهم وهو محور المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول التحالف. نتوقف في هذا المحور عند الجهود الإغاثية والإنسانية لدولة قطر في مساعدة اليمن ودعم الأوضاع الإنسانية والمساهمة في تطلعات اليمنيين في عملية التغيير السياسي، إذ أعلنت دولة قطر مساء السبت الماضي عن تقديمها مساعدات لليمن عبر جسر جوي تخصصه لنقل المساعدات إلى مطار عدن الدولي الذي استقبل الأحد أولى طائرات هذا الجسر الجوي، ويرافقها مجموعة من فرق البحث والإنقاذ القطرية. وكانت قطر في مايو الماضي قبل تحرير عدن قد مدت جسرا جويا إلى مطار جيبوتي الدولي لنقل مساعدات إنسانية لليمن، حيث أرسلت في يومين 240 طنا من مواد إغاثية متنوعة، كما سبق أن أرسلت في إبريل الماضي 26 طنا من المساعدات 66 طنا من المساعدات. ويعتبر الجهد القطري لدعم اليمن ليس بجديد، دعمت قطر في السابق تطلعات اليمنيين لبناء دولة مؤسسية وللخلاص من نظام الاستبداد، وساعدت اليمن في معالجة آثار وتشوهات نظام المخلوع صالح، آخرها توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في يوليو من العام الماضي لتنفيذ مشروع للتدخل الطبي العاجل في اليمن لمدة سنة بإجمالي يتجاوز 4 ملايين دولار أمريكي، وتوقيع أيضا اتفاقية بين الصندوق وقطر الخيرية في 13 من الشهر ذاته لإغاثة اليمنيين ب 2,750,000 دولار أمريكي، وقد قامت بتأسيس الصندوق لمعالجة أيضا قضايا المبعدين في المحافظات الجنوبية بقيمة 350 مليون دولار. حول هذا أعود لاستكمال مواضيع المحور الأول مع الأستاذ الدكتور باقي شمسان، أجدد الترحيب بك. كنت قد قطعت حديثك آسفا عن آخر رسالة تريد توجيهها بالربط بين أهمية تحرير عدن كقاعدة عسكرية والتحضير لمعركة الحسم في تعز. احنا قلنا أن من أهم التحديات هو إكمال يعني ما يسمى بالتخوم الآمنة لعدن ثم الانطلاق، ولكن أيضا من التحديات أيضا إعادة البلد إلى مسار الجمهوري والديمقراطي. وسأقول فقط للمواطنين نوع من التوضيح من التحديات، أن أهداف اليمن الثورة 26 سبتمبر 6 أهداف، هي بناء جيش، بناء نظام جمهوري، بناء جيش وطني لحماية المكاسب، إلغاء الفوارق بين الطبقات، يعني تحقيق الوحدة اليمنية في إطار الوحدة العربية، 6 أهداف تقريبا. هذه الأهداف كلها لو راقبناها نلاحظ أن المخلوع صالح لم ينفذ كل شيء. عندما النظام جمهوري حولنا إلى نظام عائلي والآن سلالي. عندما تحدث عن إلغاء الفوارق كان هناك طبقة فاسدة وجماهير متقعبة بالفقر. نعم. عندما تحدث عن وحدة يمنية قسم البلد حسب المزاجات الشعبية والنفوس. نعم. ليس هذا فقط، بل أعاد الأسرة الحاكمة قبل الثورة اليمنية وسلمها في تحالفه، سلمها صنعاء وسلمها البلد كاملة. هذا الرجل قاد البلد نحو هذه المهلكة. بلك من التحديات ليس فقط التنموية، إعادة المسار الديمقراطي والجمهوري، بحيث أننا من 90 حتى 2011 لم نشهد تداول سليم من السلطة، لم نشهد أحزاب سياسية أخذت أكثر من الثلث، لأن مصير البلد مربوط بالثلثين. نحن أمام تحدية تنموية، أمام تحدية ما يسمى ببناء الهوية اليمنية. نعم. أقول لكل اليمنيين الذين يتحدثون عن تعز وعن عدن وعن كذا، أن يمكننا نحن اليمنيين أن نصل لتوافق حول شكل الدولة وحن كيفية يعني إدارة شؤوننا بعد هذه العملية. انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى بغداد، وانظروا إلى دمشق. نعم. عليكم أن تستفيدوا من هذا، لا تتسرعوا في المواقف العاطفية، كونوا عقلانيين. هذه نعم دكتور عبد الباقي شمسان، أيضا أمام مجمل التحديات لدينا تحدي صعب هو التحدي الإنساني. مجمل المساعدات التي وصلت إلى عدن بعد تحرير المطار من أسابيع، يعني مهما كان وصل درجة الدعم، نريد أن نعرف مدى، هل تمتلك قوات التحالف أو دول التحالف بالذات يعني رؤية لتسيير المساعدات، تسيير الجسور الجوية؟ ولدينا ضيف عبر الهاتف اسمح لي بالترحيب به، الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن علي آل ثاني. مرحبا شيخ، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير. شيخ انت عضو الجمعيه العموميه لقطر الخيريه ورئيس مؤسسه سنابل الخير او سبل الخير التنمويه،
شيخ سبل التنموية الخيرية. سبل التنموية، مرحبا شيخ. أريد أن أسألك، نعم، كانت قطر دولة قطر أعلنت عن جسر جوي للنازحين اليمنيين في جيبوتي، ومن ثم بعد تجهيز مطار عدن بدأت أولى طائرات الإغاثة القطرية بالوصول إلى عدن. هل لدى الأخوة القطريين يعني خطة متكاملة نحو تسيير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اليمن؟ نعم، أنا ببدأ لك من البداية. الآن إحنا نعمل صار حوالي قرابة 3 شهور في عدن والمناطق المجاورة. أول ما بدأنا عندنا حوالي 14500 سلة، السلة إحنا تعتبر أكياس، يعني مثلا كيس رز، كيس دقيق، كرتون فاصوليا، صلصل، كيس سكر، يعني هذه إحنا نسميها سلة طريقة نحن في قطر. فحوالي 14500 سلة توزعت، طبعا وزعناها باسم قطر الخيرية وهي كلها من دولة قطر. كذلك وزعنا حوالي 2250 سلة من مؤسسة رأف، أيضا هي من دولة قطر. كذلك بدأنا في يعني إطعام المساجين للسجون، وفرنا الوجبات متكاملة، كل يوم وجبتين. كذلك بعدها بدأنا في الحالات النفسية، أعداد كبيرة، والحمد لله إلى الآن احنا مستمرين في إطعامهم. غير هذه عندنا المسنين، وجدناهم صار لهم 3 أيام ما أكلوا، وبدأنا ولله الحمد في توفير الوجبات لهم والأطعمة في مطابخهم. كذلك المستشفيات في هذا الوقت طلعنا عليه أنه ما عنده أدوية، وكذلك نعم شيخ عبد العزيز، كان في صوت ضجيج آخر. أنا أسمعك بوضوح، أنت تسمعني بوضوح. أنا في مجمل هذه المساعدات الإنسانية كان لقطر دور في الجهود الإغاثية، بدأ دور ملموس. حتى جايك فيه على أساس أنا ما أخفي شيء من هذه. نعم. الأشياء كلها. نعم. على أساس الدم هذه، وأنا جايك فيه دقيقة واحدة بس. تفضل. فكذلك وفرنا وجبات في الشارع، كنا نصرف على حوالي 5000 وجبات خفيفة. كذلك المستشفيات وفرنا لهم إلى 3 مرات في الفترة هذه أدوية لأربعة مستشفيات. كذلك حوالي قرابة 1000 وجبة طبيخ للمستشفيات، بعد استقرت في مطابخ المستشفيات المولهم بمواد غذائية. كذلك الوجبات اللي كانت توزع جاهزة استقرت في عدة مطابخ في بعض الأحياء. غير هذه تم مساعدات، طبعا هي كلها من دولة قطر، ولكن تم إرسال 7 طائرات، وطائرات مش طائرات صغيرة، طائرات كبيرة اللي هي 300-200 الإيرباص الشحن إلى مطار جيبوتي، وتم شحن هذه حمولة 7 طائرات إلى عدن على سفينة قرابة 1000 طن. فهذه طبعا قبلها جاء شحن السفينة ووصلت ولله الحمد. السفينة الثانية الطائرات الأربع الأخيرة اللي جات حوالي 1000 طن حملت على سفينة، يعني البعض يتساءل ليش ما نزلت في عدن. هي جات عدن، حصل لها اعتراض، بعض المشاكل، بعض القذائف، فتوجهت إلى وجهناها إلى حضرموت، وتوزعت في حضرموت. وزعنا فيها في 1000 طن على في شبوة، حضرموت، وأبين، وأعدنا بدل من هذه كلها 8000 وجبة، كذلك 7000 كيس رز، كذلك 7000 كرتون تمر سلمت إلى الإئتلاف في أيام آخر رمضان. نعم. الجسر الجوي، جاءت طائرة قبل أيام من قطر، هي الطائرة تعتبر الثامنة. فهذه الطائرة كان على مثلها بعض المواد الغذائية، يمكن بعض الأشياء الأخرى، الأدوية ولا كذا. الآن بمشيئة الله هذه الأمور راح تستمر، المساعدات القطرية راح تستمر بوتيرة بمشيئة الله أكبر مما كان. شيخ عبد العزيز، هل لديكم رؤية واضحة أو خطة مزمنة أو مرقمة حول استمرار جهود الإغاثة الإنسانية التي تقومون بها؟ مشكورين. أعيد السؤال لأن ما كان الصوت واضح. أنا سؤالي كان حول مجمل ما ذكرت، هل لديكم للفترة القادمة خطة مزمنة أو أرقام واضحة عن ما تنوون القيام به في سبيل مواصلة الجهد الإغاثي في اليمن؟ نعم، توجد إن شاء الله. إحنا عندنا أرقام وعندنا خطة، ولكن قد يكون أوقات نتعدى هذه الخطة أكثر منها كثير. بمشيئة الله راح تتواصل المساعدات
بما أن في طائرات وسفن راح تجي إن شاء الله بمشيئة الله. نعم. وراح نستمر على هذا النهج، ما راح نتوقف إن شاء الله. إن شاء الله. كذلك إحنا عندنا في بخصوص ما يخص بالمستشفيات، في عندنا بمشيئة الله في عندنا المستشفى في محافظة الأحساء، في عندنا شو اسمه جال العمد لدى مستشفى الوهب في محافظة لحج الآن، على أساس إن إحنا نزود بالأدوية ونشوف كيف طبيعي. كذلك مستشفى تربة في تعز اللي هو مستشفى خليفة، هذا راح نزود بالأدوية، استلمنا قوائم الأدوية راح نزود بالأدوية. كذلك مستشفى الصداقة، الهلال الأحمر القطري قام بأوامر من الحكومة قام بتشغيل هذا المستشفى اللي هو مركز الاستشفاء حاليا لثلاثة أدوار تقريبا، وراح يتوسع إن شاء الله في بقية الأدوار بمشيئة الله. نعم. كذلك نعم شيخ عبد العزيز، لو سمحت عفوا على المقاطعه، لو سمحت لي ابقى معي، لو سمحت ابقى معي على الهاتف، اعود لضيفي هنا في استوديو الاستاذ الدكتور عبد الله شمسان. دكتور، برايك ما الذي يميز دور الاغاثه القطري بشكل عام؟ اعتقد ان قطر تتدخل غالبا بعده تدخلات، منها التدخل السياسي في ايجاد تسويات، ولديها التدخل الانساني، وهي تتدخل باكثر، والتدخل ايضا الاعلامي من خلال الدعم دول الربيع العربي من خلال هذه الزخات. فبالتالي استمعنا الآن إلى ضيف من قطر وتحدث عن مساعدات، وهناك أيضا أشار إلى شيء سأعود له بعد ما أتحدث عن الدور القطري. الدور القطري بدأ في اليمن منذ محاولته التسوية بين الحوثيين والنظام، كان لديه أكثر مبادرة لإيجاد تسوية، ولكن كان هناك تلاعب من الرئيس السابق في الخضوع لتلك التسويات، ثم دعمت اليمن بدعم مرتبات للمسرحين لبناء الجيش الوطني، يعني عندها خطوات دقيقة، والآن هناك دعم واضح ومستمر. نحن في حاجة إلى استيعاب هذا الدعم من خلال المنظمات المجتمع المدني اليمنية التي هي تحدد الاحتياجات وتوزيع هذه المساعدات. إذا لم يتلقفها منظمات يمنية تستطيع أن تحدد الاحتياجات وتنسق مع قطر وغير قطر أيضا في كيفية توزيع المساعدات، في كيفية تحديد الاحتياجات، فإننا ستكون هذه المساعدات ينبغي يعني الاستفادة منها. نعم. وهو أشار إلى ما يسمى بالحالات النفسية، نحن أيضا نسيت أنه من التحديات إعادة تأهيل الجماهير بعد كل هذه الانتهاكات، لأن من أهم التحديات سيكون في ذاكرة الأجيال الشباب والأطفال هذه ما جرى في اليمن، فنحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الجماهير اليمنية والشباب وما يسمى المصالحة مع الذاكرة الوطنية. المساعدات المادية الآن نحن في أمس الحاجة إليها، ليس فقط إنسانيا، أيضا لدعم المقاومة من خلال مد المواطنين بالقدرة على الصمود، بالقدرة على العيش. بالتالي المساعدات القطرية وغير القطرية السعودية، أيضا مركز الإغاثة في السعودية، أعتقد على اليمنيين في الداخل ومؤسسة المجتمع المدني الغائبة التي لا تحضر إلا في ما يسمى في فنادق خمسة نجوم، الآن نحن ينبغي أن نسمع عنكم، أن تنسقوا عن الاحتياجات، عن كيفية توزيعها، عن الفئات المحتاجة، هل الاحتياجات الطبية. مستشفى خليفة هذا مهم جدا في إدارة المعركة في تعز، ينبغي أن يكون مهيئا لاستقبال الجرحى في منطقة تعز ولمعالجتهم بالتدخل السريع. نعم، يعني أعود دور المنظمات، أعود بالسؤال لضيفي الشيخ عبد العزيز بن قاسم الثاني. الشيخ عبد العزيز، حول آلية توزيع مجمل ما ذكرته من المساعدات، هل هناك آلية، هل هناك جهات محددة يعني تستقبل منكم وتستوعب هذه المساعدات وتقوم بتوزيعها؟ السابقة الله يحفظك احنا كنا نوزعها بأنفسنا بموظفينا بمتطوعينا ببعض الجهات اللي احنا متعاونين معها، مثلا عندكم في مركز الطفولة الآمنة، دول احنا هذا المركز ندعمه، المراكز اللي ندعمها عند الحوشب. ارفعوا لنا الصوت شوية شباب. فالأخت رصينة إن شاء الله، الأخت شو اسمه هيام، عندكم عارفين هيام مبارك، هي نشيطة في المجال هذا. وبالآونة الأخيرة بلغونا أن في الائتلاف الشعبي، وهي من ضمن الائتلاف الشعبي، فإحنا هذه 8000 وجبة اللي جبناها بدل السفينة، و7000 كيس رز، و7000 كرتون تمر سلمناها للائتلاف يوزع. والأخت في الطفولة الآمنة هيام هي من النساء صراحة الفاضلات المناضلات في هذا المجال أيضا، وإحنا المتطوعين عندنا أعداد حوالي 60 متطوع موجودين عندهم. نعم.
نعم سيد عبد العزيز أنت نعم أسمعك، لكن طيب في حول آلية المساعدات واستقبالها واستيعاب هذه المساعدات، هل تواجه جهود الإغاثة بعض المعوقات أو العوائق يعني؟ احنا والله سابقا ما حصل، طبعا حصل بعض العوائق. لعلمك احنا وزعنا حتى بعض المناطق المحاصره، احنا ما ذكرنا لك اشياء كثيره في بعض المناطق المحاصره، احنا تواصلنا مع بعض التجار في الداخل واشترينا من عندهم، دفعنا لهم خارج فلوسهم ووزعنا في الداخل في المناطق المحاصره. في بعض المناطق المحاصره ادخلنا لهم ادويه، وهي جزاها الله خير الاختيار عارفه والصور موجوده عندنا، ادخلنا لهم بالقوارب ادويه الى بعض المناطق المحاصره، ادخلنا لهم اشياء كثيره، ما تخلينا عنهم كل فترة الثلاث شهور احنا مداومين معهم مستمرين معهم. نعم. فأما ما يختص بالمساعدات الأخرى الجاية، الآن أصبح في مجال للوصول إلى عدن والتواصل في عدن مع متطوعين هناك، فراح يكون لها آلية مختلفة، راح تكون آلية أفضل للتشاور مع هيئة اللي هو الائتلاف من المناطق توزع عليها، ايش المناطق اللي ما توزع عليها، توضع خطه سليمه للمساعدات الجديده ونبدا نوزع في هذه المناطق ان شاء الله. نعم سيد العزيز، اعود لضيفي في الاستوديو، كنت قد اشرت الى دور منظمه المجتمع المدني ودور حتى الجهود الشعبيه في استيعاب هذه المساعدات وايصالها لمستحقها. من المهم جدا الان من اجل ان توزع وفقا، ينبغي ان يكون هناك مركز اغاثه وطني لتنسيق المساعدات. هذا المركز اليمني ينبغي أن يكون مؤسسة لديها شفافية ومراقبة ومحاسبة في التوزيع. هذا المركز يقوم بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ويستوعب المساعدات وفقا ما يسمى خارطة الاحتياجات ونوعية التدخل. يعني تقوم يكون لديك خارطة في تحدد المناطق الأكثر احتياجا، نوعية التدخل، نوعية الاحتياج، وبالتالي الأولوية التدخل. ومن هنا هذا المركز نستطيع أن ننسق هذه العمليات ونوزعها بشكل متساوي وندخلها أحيانا بطرق مختلفة لإنقاذ الناس في مناطق أخرى. على عدن الآن أن يكون هناك في غياب هذا المجتمع المدني الذي نائم في الخمسة نجوم، عليه أن نوجد السلطة توجد لنا مركز الوطني لتنسيق الإغاثة، حتى لو استقبلت الأمم المتحدة لكن يكون لديها منظمات عاملة في المناطق، يكون لديها الاحتياجات في تعز هكذا، الاحتياجات الطبية هكذا، ناس مختصين في المستشفيات، ناس مختصين في التأهيل النفسي، ناس مختصين بإيصال المساعدات الغذائية وإلى آخره، والتنسيق مع هذه المنظمات حتى تأتي الاحتياجات مع المنظمات الخارجية وفقا للطلب وليس وفقا تأتي المساعدة ونزعها. قد يكونوا محتاجين للأولوية الغذائية قبل الطبية أو مع بعض، كم الكمية المحتاجة في أي منطقة، هل يمكن لنا أن نمدها من عدن أم نسلمها للقوات المسلحة لإيجاد طرق مختلفة. ينبغي أن يكون لنا مركز إغاثة، الشعب اليمني يعاني ويعاني جدا، ينبغي أن نتدخل بالجانب المدني، وينبغي أن توجد في الداخل ليس فقط دولة أيضا مؤسسات فاعلة. الآن وقت دورها، كما تعلم في اليمن لدينا ما يقارب تقريبا مجمل المنظمات المجتمع المدني الفاعلة حوالي 90% أو 70% منها في المدن الحضارية الثلاثة والأربع، وهنا غياب في الأرياف، هنا جمعيات أهلية. ينبغي الآن أن يكون لدينا خارطة وتفعيلها، أو المركز يقوم بإيجاد آليات لسرعة إيصال المساعدات والتنسيق مع الخارج، بحيث تكون عندنا خارطة الاحتياجات، نوعية التدخل، الأولوية، كيفية التوزيع. هناك توزيع سهل في عدن وغيره، وهناك بحيث يكون في استفادة قصوى من هذا قصوى الدعم. والتدخل لإنقاذ حياة الناس. نعم، أعود للشيخ عبد العزيز، السؤال الأخير لك شيخ عبد العزيز، هل لديكم تنسيق أو قنوات تواصل مع الجانب الحكومي الرسمي في اليمن أو مع جهات في الداخل مع سلطات محلية؟ احنا ما عندنا مشكله، احنا سبق ان تواصلنا، ومثل ما ذكرت لك الان اختلف الوضع في عدن. قبل سابقا اول بدايه بدانا من ثلاث شهور ما كان في طريقه، احنا بانفسنا اللي نوزع بمتطوعين بالتعاون مع الاخوان بالتشاور معهم فنوزع، واحنا عندنا خبره الحمد لله في مجال التوزيع، ما عندنا اشكاليه في التاكد ونعرف الاحياء كلها. مستقبلا الان المساعده تجي، احنا بنشوف ايش الكيانات اللي جاهزه، هل هو مثلا عندكم الائتلاف او اي كيانات جاهزه مع الدوله، احنا راح نستشير معاهم، وايضا احنا راح يكون عندنا ايضا دور في مراقبه هذه التوزيع من قبلنا اللي من طرفنا، احنا نكون متعاونين، مش مراقبه، احنا نكون متعاونين معاكم لان عندنا خبره. احنا في مجال الاغاثه
يعني أكثر من عشرات السنين الحمد لله في هذا المجال في دول كثيرة. نعم. يعني عندنا خبرة أكبر من يعني عندنا خبرة كبيرة مش صغيرة. نعم. كذلك أضيف لك إحنا في شو اسمه في محافظة في الضالع وزعنا 3000 وجبة داخل، والآن زودنا بأجهزة شخ الدم وغير وغير حق المستشفى عندهم شحناه، والآن قريبة توصلها بعد يومين إن شاء الله هذه الأجهزة. ووزعنا في يد حوالي 3000 وجبة، وزعنا في كثير من المناطق والحمد بأنفسنا بمتطوعين. إذن جهودكم مستمرة حتى في الوصول إلى المناطق حتى البعيدة مثلا مثل مارب مثل الجوف مثل عمران؟ مارب نعم مارب وزعنا على مارب أكثر من 1200 شلة، ووزعنا الأمور أخرى كلها. نعم. متواصلين بكل المناطق، حتى وزعنا في صنعاء، وزعنا في الحديدة. نعم. وعندنا خطط إن شاء الله نوزع إلى عمران وإلى صعدة النازحين في صعدة ولكل المناطق كلها. إحنا هذا عمل خيري لا نفرق فيه من أي كان، فإحنا حتى نجد بعض الذي كلهم يمنيين إحنا نوزع عليهم، ما عندنا أي تفرقة، هذا عمل إنساني عمل خيري. كذلك في الله يخليك أريد أضيف لك، إحنا الآن عندنا إن شاء الله تواصلت مع الأخوان في الصحة وكذا، محضرين لكفالة 5000 يتيم وأرملة في عدن ولحج وأبين المضالع هذه. كذلك راح ان شاء الله تكون في ايضا رقم اخر بعد ما نستكمل 5000 بمشيئه الله، هذول كلهم نكفلهم ارامل وايتام في مؤسسه السبل التنمويه لقطر. نعم السيد من الحكومه القطريه ان شاء الله. نعم السيد عبد العزيز بن جاسم بن علي ال ثاني، شكرا جزيلا لك باسم كل اليمنيين وكل الذين وصلتهم مساعداتكم وكل الذين اتصلهم، نشكر هذه الجهود وكل الجهود القطريه وكل الجهود المبذوله من اخواننا في كل الدول العربيه والاسلاميه والشقيقه. شكرا جزيلا لك شيخ عبد العزيز ال ثاني، شكرا لك. والاستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، بقي لديك نص دقيقه اخر المحور، تفضل. أنا أقول أن ينبغي الآن بالفعل نحن بحاجة إلى توزيع يعني إلى تدخل إنساني أيضا، لأن هناك تدخل عسكري، وأنا أقول حتى لطائرات التحالف يمكن أيضا يعني إنزال مواد غذائية لبعض المناطق، ولكن ينبغي الآن أن يوجد جهاز ما يسمى مركز الوطني لتنسيق المساعدات، بحيث يتم توزيع المساعدات بأكبر قدر ممكن، لأن اليمن تعاني كثيرا وهناك تدهور حال معيشية، واليمنيين يعني نظرا لتدهور الحياة الاقتصادية وانخفاض مستوى الدخل ليس لديهم مدخرات بعد كل هذه الفترة الطويلة، بالتالي هم محتاجين إلى أبسط متطلبات الحياة. نعم. فأعتقد أن من التحديات الكبرى هو تقديم هذا الدعم، وعلى دول الخليج أن تنسق في الداخل، وعلى اليمنيين أن يكونوا في مستوى التحدي ومعركة التدخل الدعم الإنساني لا تقل عن المعركة العسكرية والمقاومة. نعم الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا لك. كما الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. بقي لدينا الفقرة الأخيرة أصحابكم فيها الزميل هشام الزيادي حول مستجدات السوشيال ميديا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.